جيش خالد اتجه إلى البطاحة يا أبا قتادة. خالد 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 يردعه رادع، لكنني لن أنزل عند رغبته، بل سأبقى هنا. ما أخبار كتيبتنا من الأنصار؟ إنهم نازلون عند رأيك، فأنت أميرهم، وهم لم يتحركوا مع الجيش الذاهب إلى البطاح. إنما أنا أنفذ أوامر الخليفة، سأنتظرنا حتى تأتينا كتبه. أنت أميرنا يا أبا قتادة، ونحن نازلون عند أمرك، ولكن أتعتقد أن ما أقدمت عليه يخدم الإسلام والمسلمين؟ أرجو من الله ذلك. وأنا أرجو منك أن تفكر وتتروى أكثر. اذهب وتفقد الجند. ستجدها يا مسيلمة، الشاتي والشاتي وألوانها، والشات وألوانها، وأعجبها السودي، أعجبها السودي وألبانيا. ماذا يا نبي الله؟ هل جاءك الوحي؟ أجل يا نهار، وأريدك أن تتلوه على أهل اليمامة. هاته يا نبي الله. والشات وألوانها، وأعجبها السود وألبانها، والشات السوداء واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، وقد حرم عليكم المذق، فما لكم لا تمجعون. سأفعل يا نبي الله، سأفعل. وجهز لي أطفال اليمامة لأباركهم، ثم سأذهب إلى بستان أبي الليث الحنفي، سأصلي به وأباركه له. وما نصنع في بستان أبي الليث وهو كما تعلم لا يؤمن بك، وإن كان يتقي غضبك؟ سأصلي في بستانه علّه يهتدي ويؤمن بي. والشات وألبانها، وأعجبها السود وألبانها، والسوداء واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، وقد حرم عليكم المذق، فما لكم لا تمجعون. ما الجديد يا أبا محمد؟ إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتدب القائمين على أمور المسلمين، فعين عمر بن الخطاب على القضاء، وأبا عبيدة بن الجراح على بيت المال. ما أظن أحدا سيأتي بمظلمة للخليفة في قضاء الفاروق وحكمة أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة والحافظ لمال المسلمين. وعين علي بن أبي طالب على القلم والدواوين، ومعه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، وإن غابوا ينوب عنهم من يجيد القراءة والكتابة. ومن مثل علي بن أبي طالب وعثمان وزيد؟ إنهم يديرون شؤون هذه الدولة في الحرب والسلم، ومن مثلهم أمانة وصدقا وبلاغة؟ هنيئا لنا بهم. أما أنت فمستشار الدولة والولاة والناصح الأمين للخليفة، فقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سره أن يرى شهيداً يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. وأنت تتقدمنا يا ابن عوف بما تنفقه على الفقراء والمحتاجين، وما تنفقه على أمهات المؤمنين وطلبة العلم، وتزدهر المدينة بتجارتك. إننا جميعاً ننهل من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، بارك الله بمن اختارهم الصديق كأول خلافة لإقامة الدولة الإسلامية. بارك الله بهم جميعاً. ماذا يا أبا قتادة؟ هل ترويت وفكرت في الأمر أكثر؟ أجل، لكني ما رأيت إلا أن أنفذ أوامر الخليفة. يا أبا قتادة، المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهل أخطأت؟ بل اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب. فماذا ترى؟ أرى أن نلحق بهم، وخالد يتحمل مسؤولية ما اتخذ من قرار، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا رأيك؟ أجل، حتى لا نشق عصا الطاعة ونخرج عن الجماعة. على بركة الله، إذن اجمع الجند وليكن النفير إلى البطاح. ماذا تريد مني؟ رحمن اليمامة قادم إليك. قادم إلي؟ ماذا يريد مني؟ يريد أن يصلي في بستانك. ليته اختار بستانا آخر. كأنك تتمنى ألا يصلي في بستانك. ظننتك ستطير فرحا. العياذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم نجني من هذا الكذاب الأفاق. ماذا قلت؟ ماذا أقول يا نهار؟ يريد أن يأتي فليأتي، وهل أستطيع منعه؟ لكأن تحت لسانك كلاما ما. إنه لساني يا نهار، لساني، وأنا أعرفه أكثر منك. هو ذاك، إنه قادم إليك، استعد لقائه. ها؟ يا معشر تميم، امضوا إلى اليمامة واقبضوا على نبيهم الكذاب مسيلمة. أريده حيا، وإن عرضوا عليكم السلم فدعوا ذلك لي، فلن نعود إلا بما يرضيكم. يا يربوعي، مريني يا مولاتي. خذنا من أقصر الطرق إلى اليمامة. سمعا وطاعة يا نبية الله، سمعا وطاعة. تجهزوا إلى اليمامة.
السلام عليك يا نبي الله. عليك السلام يا نهار، اجلس فقد رفعت عنك الهجوم. ما كان رد أبي الليث الحنفي؟ ما أمرت به تم، ولكن هل وصلك شيء عن أمر سجاح يا نبي الله؟ أبشر يا نهار، أبشر. كيف؟ إن قومها يتلمذون لغزونا وسبي نسائنا وذرارينا وأنعامنا. مهلا مهلا يا نهار. سجاح مقيدة بغزو اليمامة، لكنها لن تصل إلى ما تصبو إليه لأنها تؤخذ من بين فخذيها. كيف؟ هذا ما أوحي إلي، فسجاح شديدة الرغبة في الرجال، وإذا ما وصلت إليكم انصبوا لها خيمة على كثيب وأشعلوا العود والعنبر، دفئوا الخيمة وجمروها، فإن الدفء يوقظ الشهوات ويفتق النائم من الرغبات، فإذا هي من كاهنة إلى بغي ولا يقدر على ذلك إلا نبي. كيف عرفت هذا يا نبي الله؟ وهذا أخص خصوصية المرأة. حذاري يا نهار، لن يلقاني في الجنة من عنده ذرة شك بي. سامحني سامحني يا نبي الله، سامحني. سامحتك. هل نذهب لتصلي في بستان أبي الليث؟ سنذهب وسأصلي في بستانه وأباركه. إلي بالعصا يا غلام. والله إنه كان ليحز في نفسي أن يتركنا أخوتنا الأنصار ويعودوا إلى المدينة، لكنهم عادوا فلله الحمد من قبل ومن بعد. قد اخترت بستانك لأصلي به، عسى أن يبارك لك الله فيه. ما لك لا ترد يا أبا الليث؟ ذلك يعود إلى الله سبحانه وتعالى، إن يشأ يبارك لي في بستاني، وإن يشأ يهدمه على رأسي ورأس من فيه. لا إله إلا الله، أتشك أن الله سبحانه وتعالى لن يبارك بستانك إن أنا لم أصلي به. ومن أين لي أن أعلم؟ سأصلي عند تلك النخلة. هيا يا أبا الليث،
لنقم معا صلاة العصر، فقد آن أوانها. ربما، لكنني صليتها. تفعلها وتزيدها ثانية فتكسب ثوابها. إنما صليت الفريضة ولا أريد أن أزيد. اسمع يا رجل، رحمن اليمامة قدم إليك بنفسه، فهيا تقدم. هل تعلم ماذا سيحصل إن لم تصلي خلفه؟ لن أصلي خلف هذا الشيطان الأفاق حتى ولو عزت عنقي. ويحك. يا ضفدع ابنة ضفدعين، نقي كما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. ليلى، يا ليلى، ما بك يا مالك؟ خالد بن الوليد قادم على رأس جيش من المسلمين من الحجاز إلى نجد، وما أظنه إلا قادما إلينا هنا في البطاح. خالد بن الوليد؟ الفتى المخزومي الذي لم يهزم في معركة قط؟ نعم. ألم أخبرك يا مالك؟ ألم أقول لك إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدع مرتدا إن لم تسرع وتتصرف بما أسرفت بأمرك وأمر قبيلتك؟ أسرع يا مالك، فأنت مسؤول عنا، ولا تلقي بنا في التهلكة وتلقي بنفسك في مصير محتوم. ما بك يا ليلى؟ أنا لم أترك الإسلام وأقر بالشهادتين، لكن العرب ارتدت ومنعت الزكاة، فانتظرت لأرى ما يكون. ألم يصلك قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والإسلام بأركانه الخمسة، ولا يكفي إقرارك واعترافك بالشهادتين لتكون مسلما. مالك، أتذكر الرؤيا التي حدثتك عنها؟ أذكرها، وهذا الذي أخشاه. ألا تؤمن بنبوة مسيلمة؟ لا والله، لا والله ولا نعم عين. ويحكم، أتضربون رجلا لأنه يؤمن بالله ورسوله؟ دعيهم يوم الليث، دعيهم أعود إلى بيتك، دعيهم. أداهم يقتلونك وهم كثرة وأنت وحدك. فوضت أمري الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. ولي في خبيب بن عدي أسوة. الله أكبر. ويحك، أتشبهني بمشركي قريش؟ لا والله، بل أنت شر منهم وأشد تكبراً. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وأشهد أن مسيلمة بن حبيب شيطان اليمامة، كذاب كذاب كذاب. ماذا نفعل به يا رحمن اليمامة؟ حكمنا عليه بالحبس الغليظ مع العذاب المغيظ، وأنفل بستانه لي وللمؤمنين خالصا، وتكون امرأته جارية رحمن اليمامة. هكذا يكون الإنصاف يا رحمن اليمامة. ظننتك ستقطعه إرباً وتلحق زوجته به. بل سنحاسبه على ما فرط منه بالعذاب الشديد، عسى أن يؤوب إلى الهدى والحق والتقى، وسنواسي امرأته. والله، والله لو ذبحت لن يكون لك ما تريد. ستذبحين؟ لا يا نهار، بل سنواسيها. لقد وجدت سليل ساسان،
وهل تأكدت من نسبه يا سيدي؟ أجل أيها الجالينوس، أتعلم لماذا؟ لماذا؟ لأن لملوك ساسان ملامح خاصة بهم، أنا أعرفها جيدا لأني خبرتهم طويلا. إذن لتباركه النار المقدسة. استعدوا أيها القادة، سنجلسه على العرش. مولاي، هذا عرشك، فتقدم واجلس عليه. سأعيد لفارس مجده. ولهذا التاج عزه وسودته، ليكون أعظم تاج على وجه الأرض. إذن غدا سوف نظهر للعامة ونأخذ لك البيعة منهم. بارك الله بك يا ذات النطاقين، لقد أنجبت ولدا بارا ونجيبا، سيكون لك مستقبلا مزهرا أيها الولد. كيف لا، لقد حفظ القرآن الكريم ولم يبلغ العاشرة من العمر، إنه فقيه بأمور الدين عالم بفرائضه. طيب هاتي أسمعنا شيئا من كتاب الله. أبدأ أنت يا أبتي بآية وأنا أتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحسنت أحسنت. وركت. ماذا جنيت يا أبا الليث؟ خسرت بستانك وامرأتك. أتعرف لما استبقيتك؟ الشيطان الذي يعتريك. أنت رجل متهور يا أبا الليث، ألا تخشى الموت؟ بئس المؤمن أنا إن خشيت الموت في سبيل الله. وامرأتك الجميلة، ألا تخشى عليها؟ ستكون الليل. خسأت أيها الشيطان، بل خسأت يا أخس الشياطين، خسأت أيها الشيطان. سأدعك حتى تموت مسقا من العذاب وتمزقا على زوجتك وهي في مخدعي. أنت متهور يا أبا الليث. يا محكم، يا محكم، أين نبيك يا محكم؟ ما وراك يا سيد بني حنيفة؟ ألم تسمع؟ بماذا؟ سجاح الكاهنة. ما لنا وبسجاح؟ أنت تتبع رحمن اليمامة. ويحك، إنها قادمة إلينا بجيش عرمرم. ماذا قلت؟ ما سمعت.
وماذا سنفعل؟ نذهب إلى مسيلمة ونعلمه بالأمر، لعله يجد لنا مخرجا. هيا بنا. يا مسيلمة بن حبيب، ماذا يا أبا الليث؟ أتقر أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله؟ صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقر بذلك. إذن ألم يقل لا نبي بعدي؟ بلى، قال لا نبي بعدي، ولكنه لم يقل لا نبي معي. لقد أشركت معه بالنبوة يا أبا الليث، ونزل الوحي على كلينا. إذن لما سماك مسيلمة الكذاب؟ ألا تخشى العذاب العظيم؟ ستعرف لما سماني مسيلمة الكذاب. سأبقيك حتى ترى الحق بعينيك، لكن هذا يا بليث لن يعفيك من العذاب. لن يعفيك. فليبقى كما هو يا نهار، ليرى الحق بعينيه. كأنك تخافين مني يا أم الليث. ويحك يا عدو الله، ماذا تريد؟ ما يريده الرجل من المرأة. تقتلني قبل ذلك؟ بل سأخذك باللين حتى تقبلي. خزئت. ويحك، تقيد رجلا وتأتي امرأة حصانا غصبا وتدعي أنك نبي؟ سأتزوجك على سنتي. سحقا لك ولسنتك، ما أنت إلا شيطان رجيم. ستقبلين بي وبما تنزل علي، وإلى ذلك الحين ستوثقين. ما لأبي الليث موثقا على هذا الجذع؟ ما لك يا أبا الليث؟ اسأل ابن عمقوة. أساء الأدب مع نبينا. وتفعلون به هكذا؟ ما الذي جرى يا أبا الليث؟ إنه عدو الله يا مجاعة، فعد إلى رشدك قبل أن تدهمك خيول المسلمين فتقتل بما فعلتموه بنا. حلوا وثاقه. لا، هذا أمر يعود لرحمن اليمامة، إن شاء عاقب وإن شاء عفا. كيف نحل وثاق رجل أمر به نبينا؟ أمر لكم؟ إنه والله كما قال نماري، يأتيه شيطانه في ضمة نشهد أنه كذاب، لكنكم تقولون إن شيطان اليمامة أحب إليكم من صادق مضر. ويحكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة وليس المضر ولا ربيع. هبوا إلى رشدكم، هوبوا إلى رشدكم. والمبذل
الكافرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريقكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغي فناوئوه. ما لهذه المرأة يا مسيلمة؟ غضب عليها نبي الله. ماذا تفعل يا مشاع؟ أطيع أوامر ما أنزله عليك رب العالمين. إنني أفك وثاق هذه المعترة وسآويها عندي. دعها يا مشاع. بل سأعينها. إنها معترة يا مسيلمة. دعها وأجبني، ما الذي جاء بك؟ خبر جلل وأمر له ما بعده، ليذرينا ذريا ويحصدنا حصدا ويطحننا طحنا. ذلك إلى رب العالمين. فمن لك بسجاح النبي؟ أوقد تنبأت وجمعت تغلب وتميم وجاءت إلينا بجيش يدرك أوله ولا يدرك آخره، فاسأل لنا السماء ماذا نفعل به. اترك المرأة عندي وسيجد لي رب السماء مخرجا. إذا كانت السماء لا تجد لك مخرجا إلا بامرأة حصان، فبئست هذه السماء. هلمي. أيرضيك ما فعل سيد بني حنيفة بي؟ إني لا أعجب من صبرك عليه يا نبي الله. وماذا تريدني أن أفعل لرجل لو غضب لستل 10,000 سيف لغضبته؟ أتريد أن يتفرق بنو حنيفة قسم معه وقسم معي؟ سأصبر عليه يا نهار، سأصبر عليه حتى أتمكن منه فتكون القاضية. كيف أنت يا أبا الليث؟ الحمد لله يا أبا الليث، قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. تعال. تعال. دونكم اليمامة، واضربوا فيها كل هامة، ولتكن غزوة هدامة، لا تبقي عليهم إلى يوم القيامة. قل لي، ما أخبار عكرمة يا طلحة؟ إنه في عمان كما تعلم يقاتل المرتدين، قاتلهم الله. إن لقيط ابن مالك والشموح قوم محاربون من الأزد. أجل. وهم جيش عرمرم كما عرفت، ويعيشون بعيدا في عمان. لقد أسلم أهل عمان طوعا برسالة أرسلها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملكيهما جيفر وابن الجلندي، وهما الآن يقاتلان مع حذيفة بن محصن الغلفاني الحميري.
نصرهم الله. وأين هم الآن يا صاحب رسول الله؟ أظن أنهم في دبا قصبة عمان وسوقها الأكبر. إن خلصت خلصت عمان كلها لهم، نصرهم الله على عدوهم. آمين يا رب. آمين. اللهم النصر من اللهم عندك، النصر يا من الله. عندك يا الله. أين أنت يا سلمى؟ ويحك، أما آن لك أن تعود؟ ماذا لو عرفوا أنه عين لي؟ سيضربون عنقه، لكن سلمة شقي وصعلوك ولن يسلمهم رأسه. إن نجحت خطتي فسأقول لهم إنها معجزة من السماء، كرمى لنبيكم، كرمى لمسيلمة نبي الله. اللهم صل علي وسلم. إنه الوقت المناسب، يجب أن أعود لمسيلمة. لقد أنجزت مهمتي على أكمل وجه. وقعتي أيتها الكاهنة، وقعتي يا سجاح. ادخل يا سلمى. يا نبي الله، أتاني من السماء أنك نجحت في مهمتك، وذلك البشر الطافح من وجهك يؤكد كلامي. بلى يا مولاي، بلى. سلمى، ما حدث سر بيننا، وأسرار الأنبياء لا تذاع. إياك ثم إياك أن يعلم أحد ما حدث، وإلا أتاك من رب السماء غضب عظيم. سمعا وطاعة يا نبي الله، سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة. ما أن تستتب لي الأمور حتى أضرب عنقك. لقد عرفت من الأسرار أكثر مما ينبغي يا سلمى. ما أن أقوى على السفر حتى نغادر إلى مدينة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حيث أخوتنا ومسجد نبينا. والله يا أم الليث إنني لأرى سنابك خيلهم تدوس على هذا الشيطان الكذاب. هزمه الله وقضى عليه. كل ما أتمناه أن أحمل سيفي وآتي مع جيش المسلمين الذي سيأتي ليخصم الردة في اليمامة إلى يوم القيامة. بإذن الله بإذن الله بإذن الله تعالى بإذن الله. يا رحمن اليمامة، هذه شجاح قد أتت بجيش اللجب، فإن خلصوا إلينا فإنه الفناء. اذهب إليها أنت ونهار، وقولا لها إن نبي الله مسيلمة يود لقاءك. أتراها تقبل يا رحمن اليمامة؟ ستقبل يا مجاعة، ستقبل. لعلها. يا نهار، جل ما أخشاه أن نكون في ابتلاء، ويا لها من بلوى إن تخلى عنا رب السماء. أتشك في دعوات رحمن اليمامة يا مجاعة؟